أعزائي كل محبي ودارسي اللغة الفرنسية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. وفي الفيديو ده هنعرض مع بعض مجموعة من النصائح علشان تتغلب على خوفك وخجلك أثناء التحدث باللغة الفرنسية. كتير من الناس بتخاف إنها تبدأ تتكلم فرنساوي خوفا من الخطأ، ولكن لو ما بدأتوش تتكلموا فرنساوي مش هتتغلبوا على الخوف ده. أولا هنقول ليه عندنا خوف. كلنا عندنا نوع من الخجل، وده شيء طبيعي، ده مش مرض. والخوف او الخجل ده بيزيد لاننا بنتكلم بلغة اجنبية وخايفين من نقد الاخرين. لازم ما تخافش من انتقاد الناس ليك. لما حد اجنبي بيسمعك وانت بتتكلم لغته، ده مش بيضحك عليك، بالعكس ده بيعجب بيك. حتى لو غلطت قدامه، ده مش معناه انه هيسخر منك، ولكن ده معناه انك بتقول حاجات لطيفة دمها خفيف. بعد كده لازم تقتنع انك ما تحاولش تكون مثالي قوي. الخطأ جزء من التعلم، فلو ما قبلتش فكرة انك ممكن تغلط مش هتتعلم. ركز دايما على اللي انت عايز تقوله وعلى رسالتك. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ ماذا افعل؟ اللي تعمله انك تتكلم. لازم تبدأ تتكلم، ولما تبدأ ما توقفش، اتكلم بانتظام، وبكده هتتخلص من الخوف اثناء الكلام. اما لو بقيت تتكلم على فترات بعيدة، الخوف ده هيرجع لك تاني. على فكرة تقدر تبدأ لوحدك. ازاي؟ انت ممكن تخترع بعض المواقف البسيطة، زي انك تقدم نفسك او تخيل انك بتتسوق، وبعدين سجل لنفسك الحوار اللي انت هتعمله على الموبايل، والافضل انك تسجله فيديو وبعدين تشوف نفسك، وبالتدريج هتلاقي نفسك حاسس بالشجاعة ان انت تتكلم. كمان ممكن تتكلم مع زميل ليك يكون حابب انه هو يتكلم معاك ويحسن من لغته الفرنسية، لانك لو حاولت تتكلم قدام ناس كتير بالتأكيد هتتعثر وهتغلط ومش هتبقى عايز تتكلم. انتهز اي فرصة للتحدث بالفرنسية. كمان عايزك تبسط كل حاجة انت عايز تقولها او تقولها بشكل اخر، لكن مش معنى كده انك لما تكون في فرنسا مثلا وعايز تتكلم على حاجة معينة فتبدأ تمثلها بالاشارات، مش ده المقصود، ولكن اختار كلمات بسيطة توصل الرسالة بتاعتك. كمان استغل كل الوسائل اللي حواليك علشان الناس تفهمك، وخليك مبتسم ولطيف. واخيرا ومن النهاردة اتكلم 3 دقايق فرنساوي مع نفسك او مع صديق، ولما تبدأ ما توقفش أبدا. تحياتي ليكم، أشوفكم في الفيديو القادم. أغفر.